اهلا بيكم، وقلنا نطلع لايف. كانت الدنيا صعبه شويه، فهنسجلها وهننزلها ان شاء الله النهارده في مناسبه الاسبوع الدولي للكوتشنج. وطبعا مش ممكن نعدي القصه دي من غير ما نقعد ندردش ونحاور كده الكوتش الكبيره قوي دكتوره اميره. اهلا بيك يا دكتوره اميره. اهلا بيكي دكتوره ناديه، دايما كده يعني بترفعي معنوياتنا. لا والله انا لسه بقول لك انا وانا بستمتع اللي ليا بالكلام شرف اكون معاك. معاكي. لنا شكرا كده جزيلا دكتوره ناديه، شكرا جزيلا. الاسبوع الكوتشنج العالمي ومبادرات احنا عملناها كريشن كوتشنج هاب، وعملنا كوتشنج مجاني، وعملنا حاجات كتيره، واسعدنا ناس في رمضان، وغيرنا على فكره بيعمل، وبرضو يعني 100 مليون صحه نفسيه، وناس كتير قوي اشتغلت الفتره اللي فاتت. انت شايف الموضوع ده ازاي؟ والحقيقة أنا شايفة حاجة يعني إيجابية وحلوة جدا، وكانت ضروري إنها تكون موجودة. يعني هي كانت احتياج لو قلنا عليه سوق العمل للكوتشنج، حاجة زي كده كانت محتاجاها جدا، خصوصا إن كان في صور غير سليمة بتقدم في بعض وسائل الإعلام سواء عن في بعض برامج أو مسلسلات. عن الكوتشنج، الميديا عموما، سواء كانت حاجه فعلا خياليه زي مسلسلات او افلام، او كفقره هي في برنامج عايز يرفه عن الناس شويه، فيقدم الكوتش بشخصيه كاريكاتيريه شويه بعيده كل البعد عن حقيقه اللايف كوتش اللي احنا محتاجينها كلنا في حياتنا في كل المجالات. يعني كل مجالات العمل في الحياة، مش بس مجالات العمل، حتى المجالات الاجتماعية زي ما حضرتك عارف الحاجات والمواقف اللي بنشوفها في الكوتشنج، ما فيش حد يعني مش محتاج الكوتشنج ده في حياته، حتى ده الكوتشز حقيقي، نفسهم دايما حتى نقول ده الكوتش الكوتش محتاج يعني كوتش كوتش. بالظبط كده. فالكوتش ده يعني حد كده الرفيق الصاحب المستنير، او الصاحب اللي بيساعد كمان على مش بس مستنير، هو بيساعدك على انك الدنيا تنور قدامك وتشوف اللي انت ما كنتش شايفه، اللي عندك ومش شايفه. فكل انسان فينا محتاج حد كده في حياته، بس طالما ده بقى علم، يعني الكوتشنج ده بقى علم، يبقى ما ينفعش حد يتكلم عنه وهو ما يعرفهوش. فطبعا المبادرات اللي اتعملت الكتير، طبعا حضرتك ما شاء الله من السباقين في المبادرات دهيت، يعني ربنا يكرم. الحلقات بتاعت رمضان السنه دي، ورمضان كمان السنه اللي فاتت كان في حلقات، يعني السنه دي مش اول سنه، والجروبس اللي بتتعمل على الفيسبوك، ومبادره الكوتشنج اللي اتعملت المجانيه اللي اتعملت في رمضان، وكان في مبادرات قبل كده كمان، كان في مبادره غير كمان، دي احد المبادرات اللي انا بالضبط. اشتركت فيها، وكانت برضو بقيادة كوتش زميل لينا. يعني الحاجات دي بدأت كانت مهمة وأساسية في إنها تنور للناس وللمجتمع يعني إيه لايف كوتشنج، يعني إيه لايف كوتشنج بقى بجد، يعني العلم بيقول إيه عن اللايف كوتشنج، مش الميديا أو المسلسلات أو بعض الفقرات الفكاهية في البرامج. تفتكر يا دكتورة أميرة الناس تقبلها اللايف كوتشنج كان أسهل كتير عن كلمة أقول أنا رايح لطبيب نفسي؟ اسهل جدا، لان لازلنا احنا في المجتمع بتاعنا لازال في حته الاستجما او الوصمه بتاعه الطبيب النفسي. على كمان الرغم إن الكوتش مش بيقوم بدور الطبيب النفسي، ولكن لا، بالظبط ده الكوتش أنا حاجه أقطعك بعيد خالص عن الطب النفسي، بالظبط كده. بالعكس الكوتش ده ممكن نعتبره ايه، الوقايه، الحاجه يعني حسن الوقايه اللي ممكن، او العلاج الوقائي اللي ممكن يمنع من او يقلل عدد الناس اللي ممكن يوصلوا لمرحله انه يحتاج طب نفسي، خصوصا بالضبط لو كان كده. مثلا بيتعامل بمبادئ العلم النفسي الايجابي. يعني اي كوتش فينا، اعتقد معظم الكوتشز بعد ما خلصوا موضوع الكوتشنج نفسه كدراسه دوروا على علم النفس الايجابي، لو مش كل الجوانب اللي فيه، درسوا فيه حته، يا اما درسوا الحته بتاعت العلاقات، يا اما درسوا الحته بتاعت المناعه النفسيه، يا اما درسوا، لكن درس حاجه من العلم النفس الايجابي تساعده في المجال اللي هو ناوي يشتغل فيه.
او يركز عليه كنيش له او او كتخصص اكتر في مجال الكوتشنج. فالكوتش ده يعتبر هو الدرع او الحمايه والوقايه، اللي زي ما احنا بناخد تطعيم مثلا او بناخد فيتامينات او بناخد عشان نحمي صحتنا البدنيه. الكوتش ممكن يكون هو المحطه اللي ممكن توفر خالص علينا ان احنا نوصل، لان احنا يبقى لا قدر الله مرض ومحتاج طبيب بقى فعلا نفسي هو اللي يعالج. يعني كويس قوي. شغل مش متعارضه، ما تتعارضش مع الطب من النفسي. خبرتك يا كوتش دكتور أميرة، في إحدى جلساتك إيه أكتر حاجة نورت معاكي أو قالها لك كلاينت وحسيتي ساعتها لا أنا مبسوطة إن أنا لايف كوتش؟ أقول لحضرتك، كانت طالبة جامعية يعني شطورة جدا، يعني أنا لما اتكلمت معاها كنت معجبة بشخصيتها جدا. وبعد ما خلصنا المشكلة اللي هي جاية علشانها، راحت قايلة لي أنا مبسوطة قوي إن أنا عملت اللايف كوتشنج ده. هي ما احتاجناش جلسات كتير الحقيقة، كانوا جلستين أو ثلاثة بس، دي أول مرة. أنا دايما بفكر مع نفسي، بس أول مرة أسمع نفسي وأنا بفكر، وكانت عندي كل الاجابات وما كنتش شايفاها غير لما اتكلمت مع حضرتك. هو انا غبيه؟ قلت لها لا خالص، بالعكس. انت قلتي بالظبط اللي الكوتشنج بيعمله. هو الكوتش ما بيعملش حاجه، الكوتش ما بيديش نصيحه، بيساعدك تشوف نفسك. الكوتش بيساعدك تشوفي الحاجات اللي موجوده في الخزنه بتاعتك، بس بالظبط لانك ما بصيتيش عليها من زمان فناسياها. هو بيساعدك بس ان انت تشوفيها. فدي من اكتر العبارات مؤخرا يعني اللي انا سمعتها، وفعلا خرجت يومها من السيشن وانا مبسوطه جدا. السيشن الثانيه برضو، او المقوله الثانيه اللي عجبتني قوي مش عجبتني يعني، حسستني ان قدرت الحمد لله انجز المهمه، وخرجت بحمد ربنا على ان هو قدرني. لان هو لو ربنا ما وفقش الانسان، ولو الانسان مش رزق داخل، بيجيبه لنا رزق. ولو الكوتش مش داخل بنيه انه في الاساس عايز يساعد انسان، يعني دي الانتنشن او النيه اللي بيعقدها الكوتش وهو داخل السيشن، انه نيته في الاساس انه يساعد انسان على انه يلاقي الطريق يساعده ينوره له. لما الواحد بيلاقي انه نجح في ان ربنا وفقه في انجاز النيه دي، بيبقى سعيد جدا. لما لقيتها قالت على كذا نقطه انا في حاجات خدت بالي منها دلوقتي ما كنتش واخده بالي منها قبل كده، كويس قوي. وقتها ما كنتش واخده بالي منها قبل كده، ساعتها بيبقى الكوتش نجح. يعني ساعتها الكوتش بيحس انه ناجح. طبعا في جلسات تانية الكلاينت بيبقى محتاج وقت اكتر شويه انه يفكر، بيفكر بعد الجلسه، ما بيفكرش جوه الجلسه. يعني بعد الجلسه ما تخلص يفكر شويه، وعلى ما تيجي الجلسه اللي بعدها يبدا يقول ان ازاي الدنيا بقت احسن معاه. لكن حضرتك سالتيني على الحاجات الحلوه ان انا بسمعها في الجلسات، فانا مبسوطه اني سمعت الكلام ده. احنا كان حديثنا كده سريع بمناسبه الاسبوع الكوتشنج ده، فقلنا نستفيد من خبرتك وندردش معاكي عشان الناس توصل لها المعلومه الصح. سعدنا بيكي يا دكتوره اميره، ولينا بقى لقاء تاني طويل ان شاء الله اكتر من كده. شكرا ليك. انا سعدت بحضرتك اكتر يا دكتوره ناديه، وعندي بس رساله نفسي اقولها يا رب. يا ريت. ان يا ريت المؤسسات العامه، احنا لما سمعنا زمان عن لما دوله الامارات انشات وزاره السعاده وعمل وزير للسعاده، احنا وسائل الاعلام عندنا في مصر، مش وسائل الاعلام، بلاش نقول وسائل الاعلام عشان ما يزعلوش، ايه بعض اللي هي الوسائل اللي هي الترفيه والكوميديا وكده، خدوها بهزار ونكت وكاريكاتير، وطلع عليها زي ما بيقولوا قلش وقفشات كتير. وزير السعاده ده مهم جدا على فكره، مش معناها ان احنا خلاص قفلنا كل حاجه، فاحنا يعني غطينا كل الجوانب. يا رب نكون احنا مصدر سعاده الناس يا دكتور. غير السعاده، لا ده هو يعني زي ما حضرتك عارفه يعني اكيد، يعني الفكره ان انا اكون الرضا، ان الفكره ان انا اكون ازاي عارف اخد قرار ان اكون مبسوط واشوف الجوانب اللي حقق بيها سعادتي ونجاحي. فيا ريت المؤسسات العامه كلها تاخد بالها من ان ضروري قوي يكون عندهم سيرفيس بكل، يعني مؤسسات كتير في الدوله دلوقتي منتبهه لقصه ايه، قياس رضا الموظفين او قياس رضا العام. فطالما بدأنا نهتم بقياس رضا العاملين، وبقالنا سنين بنقيس رضا العاملين، خصوصا المؤسسات اللي بتسعى نحو الاعتماد او الجو، سياسه الجو او الكلام ده، ما هو جزء كبير من القصه
ممكن يتصلح بلايف كوتشنج. فعلا فعلا. فياريت ياريت كل المؤسسات العامة تفكر ازاي من اول المدارس لحد الجامعات لحد مؤسسات العمل كلها، يفكر ازاي يبقى عنده كوتشنج، خدمة كوتشنج بيقدمها للعاملين بتوعه، والخدمة دي هو هياخد في مقابلها انتاج في العمل وجودة في العمل مش هيتخيلها. يعني وويلنس هتبقى للموظفين نفسه، نعم وويلنس للموظفين نفسه، يعني رفاهية بالظبط، هتبقى ويل بينج للموظفين ويلنس ليه فعلا. ورضا وسعادة للموظفين، والموظف السعيد في المؤسسة، المؤسسة كمان هتبقى بالظبط سعيدة، كده، تنجز هتنتج. ف نبدأ نطلع هاشتاج بالقصة دي اللايف ولعل كوتشنج يسمع يا نقدر دكتورة نوصل إن شاء للإنسان الله. إن شاء الله. إن شاء وكل الله أسبوع وحضرتك طيبة، وانت وكل طيب يا ربنا أنا سعيدة يخليك. بوجودي مع حضرتك، وما ننحرمش من مبادرات حضرتك أبدا شكرا وقناتك. جدا، تحياتي لحضرتك، شكرا السلام جزيلا، عليكم، شكرا. شكرا.